وغزة في العيون يا سيد وغزة في العيون حزم قرشك هي ما تشريش ماكدونالد ما تشربش كوكا ما تاكلش البضائع ديال الاخرين. ولهذا كنقولوا ان ماكدونالد في مراكش بدا كيخوى في الدار البيضاء بزاف، وهاد ماكدونالد اللي كيخوى غنبقاو تابعينو حتى يدير كسكسو نهار الجمعه والحريره في العشيه ان شاء الله. ولهذا كنقول لواحد السيد علاش كتشرب كوكا؟ كيقول لك راه كتفشني، سمع الشومبرير راه كوكا ماشي غاتفشك انت، راه بغات تفش غزة، دوك البوارج اللي جاو ديال الميريكان والطيار اللي كيطلع ويقصف مشارجيهم، انا راه مشارجيهم كوكا. واي واحد كيشرب قرعة ديال كوكا كيعرف كيشرب قرعة ديال الدم. تصوروا الناس، العالم الان كينقسم لجوج، العالم كينقسم لجوج، كاين التيار ديال ابو عبيده العزه والكرامه والنخوه، والتيار ديال ابو زبيده. هذا التيار ديال ابو زبيده قال لهم علاش ابو عبيده نوض الصداع، وها الناس كيموتوا وها الناس كيتجرحوا وها الناس كيتقتلوا. قال لهم الدرع على العزه والكرامه، وقال لهم ديال هذا العزه والكرامه ما شوه الانسان هو ياكل ويشرب ويعيش يبقى حي، كرامة شي حاجة أخرى. هاد أبو زبيدة واحد الخطرة كان غادي هو يلقى واحد الدار شاعرة فيها العافية، وعباد الله مدركشة ميتة وكذا، قالوا شكون أش وقع هنا؟ قال لهم أودي راه واحد السيد دخلوا لي الشفارة للدار ويدوا لي المرأة، ورانا الضارب معاهم، وراه ولاو قتلوا لي الأولاد وقتلوا المرأة، شعلوا في العافية الدار، وراه هو في السبيطار كوما، يقدر يعيش يقدر يعيش. وقال لهم أبو زبيدة شتاش قلنا لكم؟ القاه بنفسو التهلوكة، عطى الله العيالات. وحدا يجيب الاخرى مالو على هاد المشاكل. ولهذا ابو زبيده هو ما عندو غرض بالعزه ولا بالكرامه. تصوروا فلسطين القش ليل نهار، كتجينا لاكوبتير من السبيطار، جامع، مدرسه. يا الصهيوني الى بغيتي تحارب رابو عبيده اللي على برا، راه الرجال، اش كضرب العيالات والمدارس؟ ولهذا كنأكدوا أن الشعب الفلسطيني شعب المقاومة. تصوروا نهار الجمعة كتصلي 140,000 160 80,000 كيصلوا كله في الأقصى. وعلاش الفلسطيني كيمشي يصلي في الأقصى؟ عطى الله الجوامع، كيصلي في الأقصى الفلسطيني علاش؟ باش يطبع الأرض في الجبهة ديالو، باش يقول الله أكبر. الفلسطيني تبارك الله عنده 19 عام، 180 مقدر، نهار الجمعة كيتوضا كيتقاد، كتقول يمو وين رايح يا غسان؟ أصلي في القدس يا أمي، صلي يا ابني في نابلس، لا ما ينفع لازم أصلي في القدس، حيت الصلاة في القدس تما تقدر تصلي تقدر ما ترجعش، من تما ليه؟ وكيتمو غاديين، وكيقول لك اللي عنده أقل من 50 عام ما يصليش، علاش كيخافوا من الشباب؟ وكتلقى الحاجز الامني هنا، حاجز امني هنا، حاجز امني هنا، في الاخر كيجي اخر حاجز وصلوا، ذاك الواعر الحاجز المجهد هو اللي حدا المسجد. قال لي الهويه واحد ذاك النهار، حنا ذاك النهار جي الصهيوني دار القنابل المسيله للدموع هنا، القنابل المسيله للخنونه، الكاسكات، البردعه، كتلقى ذاك النهار عنده حاله طوارئ. جا الشاب هذا عنده 190 ما عنده لا كاسك لا والو، عنده قميجه وسبادري وسروال. قال لي راه الهوية هي البطاقة، قال لي ها هي شدها، قال لي بارك شخرب باش نخش نابلس، بارك شخرب باش نخش نابلس، قال لي صلي في نابلس، قال لي راه عمي راه عندك لاكارت، صلي في نابلس ديال تبوك تزيد دار لاكارت هنا، شد لي ديك كلاشنيكوف ديك ام 16 عوج لها قموتها اللي هو حكي راسو على الكاس. اصلي في القدس هيك ما صلي اصلي في القدس هيك، بقى كيدار معاه بحرام ما حيد ديك الكرات اللي عنده، قال لي صلي ولا دبر راسك انا مالي الصداع يا لطيف. تكبير الله اكبر الله اكبر. وهذا الشاب هذا غالبا الاصل ديالو مغربي، عرفت اش قال لي؟ قال لي بربي تنصلي في القدس. حيت المغاربه كاينين تما، الجداد ديالهم كاين تما.
نفاق ما نعرف كي دار خرج وسط الجامع كله غبره وغادي الصفوه كانت تكون شوي ويصلي بهم هذيك الفقصه الفقيه تا هو عنده 80 عام تبارك الله شيباني ولكن واقف اضربوا اليهود بنو قينقاع النار العافيه كيقولوا ذوك الشباب اطلقنا ذيك بسم الله تحيه لله اطلقنا الشاب والناس قاعد تصور الشباب تبارك الله كيتسنى هذيك السلام السلام فين كاين السلام حدو هنا السلام عليكم السلام عليكم اتصور كي الله كيف داو تحيه لله كيقول حاله الطوارئ عند الصهاينه شميحور عندك ربا يبداو بداو تحيه دوز بالشطري طلع لهالجهه شوف كوي احبط لا احبس لك خدم ولا كوبتير من فوق الله يمكم تنزلوا كدور يا الله الشباب كيقول لك السلام السلام تيمو ما تبارك الله قد البره ديال صحراوه خيبر 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 يا رب اشمع اشمع تكبير تكبير اتصور واحد الصهيوني ضرباتو حجره وهو لابس الكاسك ضرباتو لداخل تم غادي يديرها الخريطه ديال الطريق تقلبات لداخل تصور راه تما تبارك الله بعد الجمعه كتشعل فشي بلايص اخرين دابا فلسطين فشي بلايص اخرين وكيكب عليها اللبن سلام ما كاين فيه خطر الجمعه الاخرى وتصور فقيه كتقول لي دعي مع فارس يقول لك دعي دعي يا اخي انت دعي دعيتك لله خوت كيموت وانت باقا رحلت فمك وتصوروا تيمومه ديال الاقصى خلط لي مع التيمومه ديال العالم كامل نقول لك هذه ديال الاقصى عاود هز التيمومه خلطها نقول لك هذه ديال الاقصى عرفتوا علاش كنعرف التيمومه ديال الاقصى عرفتوا علاش عرفتها ومن يزدع التيمومه ديال العالم كامل التيمومه الوحيده البرونزيه اللي ضربها الشمس وخرجت على برا ورجعت للدار صورت التيمومه اللي ضربت صهيوني عاد كتوضع عليها حلاوه وباب الاقصى من حديد وباب الاقصى